اختتم وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا زيارة ناجحة لمدة أسبوع إلى دولة قطر للوقوف على جاهزية ملعبي 974 ولسال اللذين سيستضيفان منافسات بطولة كأس القارات للأندية فيفا قطر 2024 وملاعب التدريب وأماكن الإقامة، وذلك بالتزامن مع اقتراب استضافة الحدث الكروي الذي يقام في الفترة من 11 إلى 18 من ديسمبر المقبل. ويشارك في كأس القارات للأندية فيفا قطر 2024 الفائز من 6 قارات للتنافس على 3 ألقاب مع اعتلاء أحدهم منصة التتويج وحصوله على لقب أفضل ناد في العالم. ومن المقرر أن يستضيف استاد 974 الذي يتسع ل 44 ألف مشجع مباراتين في كأس القارات قبل المباراة النهائية التي ستشهد مواجهة حاسمة للتتويج باللقب في استاد لوسيل، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 2 على استضافة النهائي التاريخي لمونديال قطر 2022. تتمتع دولة قطر بمرافق رياضية عالمية المستوى وخبرات واسعة لا تقتصر على تنظيم واستضافة بطولات كرة القدم، لكنها تشمل أيضا العديد من الرياضات الأخرى. تمكنت دولة قطر من بناء قدرات رفيعة وخبرات غنية في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى بما فيها كأس العالم فيفا قطر 2022 التي سجلت نجاحا مبهرا على كافة الأصعدة. مثل ما انتم عارفين احنا بصدد استضافه ان شاء الله كاس العالم وقارات الانديه، والملاعب اللي ان شاء الله راح تستضيف هالبطوله راح تكون استاد لوسيل واستاد 974 وملعب لوسيل او استاد لوسيل المونديالي. مثل ما انتم عارفين الاستادات الكبيره اللي بقى اثرها وتاريخها موجود في تاريخ بطولات كاس العالم. طبعا الملاعب اللي تم اختيارها هي ملاعب مجهزة بأعلى المعايير المطابقة لمواصفات الاتحاد الدولي لكرة القدم. تميز استاد 974 تصميمها الفريد وموقعها الاستراتيجي في وسط الدوحة، وهو أول ملعب ممكن للزائر يشوفها في قطر. متأكدين راح يوفر هذا الملعب تجربة استثنائية للمشجعين. بعد تجربة كأس العالم في قطر تم عندنا إرث كبير من المنشآت ومن البنية التحتية اللي تم تجهيز عليها هذيك الفترة من أيام كأس العالم إلى اليوم. هالإرث احنا قاعدين نستفيد منه في استضافاتنا اللي احنا قاعدين نطلع لها إن شاء الله، سواء استضافات قارية أو محلية. تقام مباراة نهائية في استاد لوسيل المونديالي الذي يتسع ل89 ألف مشجع ويحظى بشهرة كبيرة لدى مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم.